ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور يسري حسين كفاجي، المدير العام للتقييم والمتابعة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري. دكتور حسين، أهلا بحضرتك يا فندم معنا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. طبعا لما بنتكلم عن الموارد المائية والري يعني بنفتح ملف كبير جدا بيهمنا في مصر، ودائما ما ترتبط وزارة الموارد المائية والري بوزارات أخرى مثل وزارة الزراعة لها تعاون مع وزارات عدة، وزارة التموين ووزارات أخرى. في البداية دكتور يسري، يعني احنا هنفتح طبعا مع حضرتك ملفات مواجهة السيول في مصر، موضوع سد النهضة، موضوعات أخرى إن شاء الله نطرحها مع حضرتك، ولكن في البداية طبعا موضوع السيول ومواجهة السيول في مصر. الفترة الزمنية اللي يعني المتعارف عليها دائما إنها بتكون فترة سيول على مصر، والمناطق اللي فعلا لابد أن تواجه هذه السيول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بضم صوتي بداية لصوت حضراتكم تهنئة الشعب المصري باحتفالات أكتوبر يوم النصر المجيد اللي رجع للمصريين كرامتهم وعزتهم. بالنسبة للموضوع اللي حضرتك أثرتيه فيما يخص السيول والأمطار الغديرة اللي بتتعرض لها البلاد، هنجد ان الفترات، فترة من بعد فصل الخريف وفصل الشتاء حتى فبراير ومارس وممكن يمتد لابريل، الاوقات اللي بيحدث فيها انواع نوات كثيرة على الاسكندرية والساحل الشمالي، وايضا بيحدث في منطقة سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء، وايضا على الوجه القبلي. فيما يخص الأنواع اللي بتهب والعواصف المطرية على الساحل الشمالي وشمال الدلتا، تعرضنا العام الماضي لأنواع عالية وعواصف مطرية شديدة لم تكن يعني لم نعهدها من قبل، تعرضت لها بالتحديد محافظات البحيرة والإسكندرية، ويمكن كلنا عاصرنا هذه الفترة. لو رجعنا نقيم ما حدث العام الماضي فيما يخص هذه الفترة اللي تعرضت ليها البلاد وخاصة غرب الدلتا، منطقة غرب الدلتا، هنجد في حاجة كده خاصة بالهيدرولوجي يعني ودار هيدرولوجية وتغيرات المناخية وخلافه، هنجد إن منطقة الدلتا والساحل الشمالي بينزل عليها أمطار على متوسط أمطار على مدار العام تقدر بحوالي 250 ملم، حوالي 25 سنتي طبعا متوزعة على مدار العام. ما حدث العام الماضي أنه في خلال 3 أيام فقط تساقط مطر على منطقة الدلتا يقدر بحوالي 100 ملم، يعني تخيل حضرتك كثافة الأمطار بالضبط. كثافة الأمطار اللي نزلت في 3 أيام، وبالتالي أنا عندي وزارة الموارد المائية والترع ومصارف تستوعب مياه الصرف الزراعي اللي بيجيني وبعض مياه الصرف الصحي المعالج اللي بيستخدم وإعادة تدويره في أزراعات وكده. فوجئنا بأن هذه الكمية اللي موزعة على 365 يوم almost 40% منها نزل على منطقة الدلتا في منطقة إيدكو والعموم وغرب النبارية، فطبعا ده يعني كم هيوش جدا، يعني لما يبقى عندك إناء مستوعب كمية محددة على مدار عام جالك تلته في خلال يعني تلت الكمية ديت في خلال 3 أيام، طبعا هيبقى الترع والمصارف وخاصة المصارف مش هتستوعب هذا الكلام. ولكن احنا الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات السريعة في هذا الوقت تحديدا، بإضافة بعض اللي هي حضرتك وحدات الرفع اللي احنا نسميها وحدات طوارئ اتحطت أمام المحطات على أساس ترفع وتساعد مع المحطات القائمة بحيث المياه لا تتخزن أمام محطات الرفع اللي بتاخد من المصارف ترفع لمصارف تانية، المصرف عمومي يرمي على بحيرة إيدكو وبحيرة مريوط وهكذا، ومنه بيبقى بعد الاستخدام يعني بيبقى مع البحر. طب اسمح لي، هذا التقدير أو 100 ملي هل هو مثلا طفرة وتعدي، ولا هو يعني يمكن الحساب عليه تغير مناخي دائم؟ التغيرات المناخية وسلوك الطبيعة يعني هنقول حضرتك uncertain، يعني غير معروف وغير محدد،
ولكن هذا النمط من التغيرات المناخية لم يحدث من قبل. يعني احنا لم نعهده من قبل بدليل ان احنا ما شفناش هذا الكلام مسبقا. بتنزل عاصفة مطرية محددة بساعة محددة، بتتعامل معها القنوات المائية وبتستوعبها، بتتعامل معها شبكات الصرف الصحي وبتستوعبها. كل هذا الكلام ما يحدث الآن هو يعني نقدر نقول غضب الطبيعة، ولكن احنا نحول هذا التحدي الى فرص تستفيد منها الوزارة بالاستفادة من كل نقطة مياه تنزل من هذا الكلام. احنا عملنا ايه السنة دي؟ ما هو ده بدل ما يكون في نقص في المياه او بنخاف من نقص المياه، هو ده الاتجاه اللي الوزارة الموارد المياه والري بتنتهجه. ان انا استفيد من كل قطرة مياه جاية، كل تحدي جاي لي احوله لفرصة استفيد بيها واعظم من هذه الفرصة. عشان اعمل هذا الكلام لاجب ان نستعد على مستوى، خاصة ان احنا عارفين يا دكتور المعاد اللي بتنزل فيها دي السيول او بنواجهها في زي ما حضرتك قلت من شهر اكتوبر شهر 10 حتى، يعني المواعيد فعلا محدده ومعروفه لكن الشده بتاعتها غير معروفه. هنقدر نقول دلوقتي احنا ادخلنا او الوزاره عظمت وفعلت نظام الايرلي وورنينج سيستم، نظام الانذار المبكر من خلال معاهدها البحثيه، معهد بحوث الموارد المائيه، من خلال ناشونال فوركاستنج سيستم سنتر اللي هو موجود اوريدي في مبنى ديوان عام الوزاره، بيتنبأ بالعواصف المطريه على مدار 72 ساعة تنبؤ نقول شبه دقيق. وعندنا برضو بيانات يومية بتأتي من محطات رصد مناخية ويعني وأكثر من الانسترومنت إليمنت موجود موزع على أنحاء الجمهورية ما بين سيناء والوجه القبلي حتى حدود محدودنا مع السودان في شلاتين في محطة رصد مناخية متكاملة وهكذا. هنيجي نقول برضو عشان نعظم من هذا التحدي ونخليه فرصة، يعني أنا بعمل الوزارة بتعمل منشآت حماية من أخطار السيول وتخزين هذه المياه أمام بعض عدد من السدود، بتنشئ بعض البحيرات الصناعية، حواجز، سدود إعاقة في اتجاه السيول على أساس إن هي تقلل من القدرة التدميرية في حال ما يجي السيل بشدات وكثافات. دكتور يسري، البناء على المخرات ودي كانت ظاهرة خاصة في الصعيد وأنا شفتها، هل ليكم ان انتوا تنسقوا مع باقي الأجهزة لمحاولة يعني توعية الناس ان ما ينفعش ان هم ينتقلوا لحتة تانية؟ ده دور أصيل لوزارة الموارد المياه والري، انها بترصد المخالفات دي، بنسميها مخالفة في قانون الموارد، قانون الري والصرف نشر لسنة 1984، وجود أي معترضات على المجاري المائية اللي القنوات المائية، مخرات سيول، ترع مصارف وخلافه في منافع الري، هذا يعد مخالفة ويجب على الوزارة إنها بتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة. هنجد إن بعض الناس يعني نتيجة لظروف اجتماعية، نتيجة لعدم فكر وهكذا، بيتجهوا إلى نوم يبدو، فالوزارة بتتخذ الإجراءات وبالتنسيق مع المحليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. دكتور يسري حسين شفاجي المدير العام للتقييم والمتابعة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، بنستكمل مع حضرتك إن شاء الله اللقاء بعد أن نقدم لمستمعينا مع دقات السادسة بعد لحظات الفترة الاقتصادية مال وأعمال، ونتابع بعدها لقائنا مع حضرتك في مساء الكيريا مصر على هواء البرنامج العام. بنرحب بحضرتك دكتور يسري مرة أخرى. أهلا بحضرتك، ونتابع الحديث كما كنا نتابع قبل الفترة الاقتصادية عن كيفية مواجهة السيول، وحضرتك ذكرت الفترة التي تقع فيها السيول في مصر من أكتوبر حتى حوالي إبريل القادم إن شاء الله، فترة يعني عدة شهور، وكيفية مواجهة هذه السيول. حضرتك ذكرت أن هناك استثمارات واستعدادات لمواجهة هذا الموسم. بالفعل الوزارة بمجرد ما حدث الحدث في العام الماضي اتخذت إجراءات، منها الإجراءات العاجلة وفي إجراءات على الأمد المتوسط والأمد البعيد. الإجراءات العاجلة اللي اتخذتها الوزارة إن هي عملت في منطقة غرب الدلتا عملية تأهيل المحطات الصرف اللي موجودة كلها، أغلب المحطات بعدد 15 محطة، كان في مخطط 7 محطات في منطقة إتكو ومريوت
بالفعل ضمن الخطة أن هم دولت كانوا بتمويل من صندوق تحيا مصر في أعمال عملتها مصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف من استثمارات الوزارة نفسها. نجد أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء استثمرت في المحطات وأعمال التأهيل حوالي 131 مليون جنيه مصري. هنجد أن هيئة صرف خلال الأزمة في العام الماضي واستكمالا لها من خلال مجموعة أعمال في الهوت سبوتس المناطق الساخنة اللي تعرضت لازدحامات مية وغرق وخلافه، عملت أعمال زي الصحراء، أعمال توسيعة للمصارف وتعميق وتطهيرات وخلافه تقدر بحوالي 46 مليون جنيه مصري. على الـ هناك تنسيق دائم، عملنا تجربة سيناريو يوم 6/9 تحريك المعدات، لو حس عملنا سيناريو ان قد تحدث ازمه خلاص الامطار جميل ده عشان برد الازمات بنشوف المخطط، يعني احنا كنا مخططين ان احنا لو حصلت الازمه دي تاني هتبتدي المعدات تتحرك من مراكز الطوارئ الى الاماكن الاكثر سخونه اللي تعرضت العام الماضي والاماكن المحتمل حدوث هذا الكلام فيها. فكنا وضعين زمن محدد مخطط لحركه المعدات من مراكز الطوارئ من مراكز الطوارئ حتى الأماكن ديت. هذا الزمن عملنا السيناريو بالتنسيق مع محافظة البحيرة، وتواجد أثناء تنفيذ السيناريو السيد محافظ البحيرة وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الوزارة وغرفة العمليات الرئيسية لإدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة مع الغرف الفرعية بالمنطقة. إثناء الأزمنة اللي هي الفعلية مقارنة بالأزمنة المخططة وجدنا إن الأمور يعني والله الحمد بشهادة الجميع الأمور متناغمة ومتوافقة الحمد لله، يعني إحنا جاهزين ومستعدين لتعامل مع هذا الأمر. الحاجة التانية اللي هو برضو في ظاهرة إحنا يجب إن إحنا نراها جميعا ونبص لها، حتة تعديات على مخارج المحطات بتاعة مجرور الطرد أو طرد محطات زي الماكس في اسكندرية. هنجد هناك مباني على الجزء اللي بينقل المياه إلى البحر بعد ما تترفع المياه اللي جاي في المصارف عشان تنقل برة وتستوعب مياه أخرى. هناك تعديات احنا بنسميها تعديات، التعديات دي موجودة بكثافة من الصيادين وموجودين برضو الوزارة من خلال التنسيق مع محافظة الإسكندرية وبرضو بالتنسيق مع محافظة البحيرة والصيادين أنفسهم هتعمل إن شاء الله بإذن الله ضمن الخطة العاجلة وبالفعل اطرحت العملية وبتنفيذ يعني الهيئة الإنسانية للقوات المسلحة حاجز أمواج وميناء للصيادين نفسهم. يعني برضو تاني إن احنا يعني بنقول انتقل من هذا المكان وتحرك للمكان الأفضل دوت من خلال منظومة تمكنك من 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 أنشطة الصيد بتاعتك، يعني وخلي مجرى المياه سالك بحيث إن إحنا المياه تقدر تمشي بدون أي إعاقة وما تسببش أي. من ضمن الأعمال برضو اللي هي حضرتك الوزارة عملتها اللي هو في مصرف تعمير الصحاري الرئيسي ده في منطقة غرب النبرية اللي بين مصرف غرب النبرية بيوديه على البحر في النهاية بعد ما كنا استنفذنا المية من نوعية ونوعيتها لا تسمح للزراعة وخلافه. مصرف تعمير الصحاري ده كان دايما يحصل فيه انهيارات في الجسور المشتركة ما بينه وما بين دليل تلات مريوط، فاتعمل قطاع مكافئ خرساني يو سيكشن. هذا القطاع المكافئ يعني بيقضي تماما على هذه الظاهره اللي كانت بتحصل في هذا المكان، كان ده هوت سبوت. فبالتالي ده عمل عملنا برضو صحرات كانت فيها اختناقات، كان في صحرات بتاعت حضرتك جاسكو غاز موجوده. الصحراء دي هو مجرى قطاع مجرى مائي بيعدي ميه تحت ميه او بيعدي عمل صناعي او مسار غاز مع ميه اخرى تم توسيعه بحيث يستوعب الميه اللي جايه في الاماكن اللي هي دي عند منطقه غاسكو وعند صحاره الخيري اتعملت صحاره جديده تستوعب ميه اكثر. يعني النشاط موجود وقائم ليستوعب هذا الكلام. حاجه تانية برضو زي ما قلت لحضراتكم الوزارة اهتمت جدا بمنظومة اللي هو التنبؤ اللي هو الفوركاستينج اللي هو الايرلي وورنينج سيستم. عندنا يوميا من نسيب المية في المصارف معلومة لدى جميع من يدير المية من الصرف وري وميكانيكا وكله على مستوى الجمهورية موجود يعني منظومة الرصد ومنظومة الكاميرا محطات التليمتري بتبعت إشارة على الموبايل
السيد المسؤول مدير الإدارة أو الجهة أو أي كان بيعرف المنسوب وزن المسموح فيه ولا لا. برضو الوزارة انتهجت نهج أن هو ترشيد الاستخدامات المائية وأن أنا أدي المية على الأد، بمعنى أن احنا داخلين على موسم شتاء وبالتالي احنا عايزين اللو ووتر ريكويرمنت اللي هو المنسوب اقل الاحتياجات، فاحنا بنصل لهذا المنسوب فيما يخص الري بيستتبعه ان المناسيب بتنخفض في المصارف. هتصل للحد، واحنا ان شاء الله باذن الله مخططين انها تصل للحد اللي هو يخلي عندي يستوعب اي كميات مياه تيجي لو حصل الموضوع ده زي العام الماضي. هذا ما يخص منطقة غرب الدلتا. لو انتقلنا لمنطقة سيناء وما يحدث فيها برضو من أثار زي برضو السيول اللي حصل في 2014 7 و8 مايو وحصل على أثار تدميرية يعني تقدر بفقد ملايين من المياه، وايضا حوالي 800 يعني حضرتك يعني ارقام كبيره جدا تقارب المليار مليارات يعني في استثمارات سياحيه في منطقه طابا يعني. اتعمل حضرتك خلال عام 2015 2016 اتعمل مجموعه من المنشآت الحمايه ضد اخطار السيول على مستوى الجمهورية بخلاف منطقة غرب الدلتا اللي احنا اتكلمنا عنها. اتعمل حاجات تقدر ب 282 مليون جنيه. كان في كلام حوالين احواض يا فندم علشان تنفعنا برضو في الزراعة تجميع هذه المياه. بالضبط، هو موجود اصلا كمان اتوجد عملنا خزانات ارضية زي الثيسترز، هربات كده تيجي تروح المية رايحة ومتخزنة فيها. اتعمل بحيرات صناعية يخدم للأغراض اللي حضرتك قلتها. اتعمل سدود إعاقة وسدود تخزين، الكلام ده موجود في سيناء. دي ممكن نستخدم بيها الثروة السمكية يعني بحيرات صناعية. بس دي البحيرات الصناعية دي حضرتك استخدم فيها في زراعات وافتح مجالات تنمية والمجتمع البدوي السيناوي نهتم بيه ويبقى يعني كده ركيزة وباكستوبر لينا في هذه المناطق بحيث ان هو يحس بالمكان وبالمسؤوليه وان الدوله مهتمه بيه متمثله في وزاره الموارد المائيه والري. حضرتك احنا قلنا استثمارات ضخت في سيناء وفي البحر الاحمر وفي الوجه القبلي تقدر ب 282 مليون جنيه في مثل هذه الاعمال الحمايه من اخطار السيول. في اعمال جاريه تقدر بحوالي 130 مليون جنيه في ذات الغرض لتزويد يعني لزيادة وتدعيم الأعمال الموجودة والتوسع في أعمال أخرى مشان توفير المياه والحفاظ يعني تقليل الأثار التدميرية للسيول لو جت بحدة وبشدة عالية. متوقع وأعمال مطلوبة إضافية عشان تقول إن إحنا محميين إن شاء الله تماما من أخطار وأضرار السيول، يعني منتظر أو متوقع أو مطلوب يعني أعمال تقدر يعني تفوق 2 مليار. وهذا الكلام موجود به دراسات لدى المعاهد البحثية الموجودة بالوزارة مركز بحوث المية بالضبط يا فندم. تفوق 2 مليار موزعة برضو في شمال وجنوب سيناء وفي محافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر. تخليني لو سمحت أتكلم على الخزانات. عندنا خزان الحجر النوبي الرملي واعتقد مشترك فيه 4 دول بيبدا من تشاد، المخزون فيه كبير. نعم الكلام كان حول التجدد. عندنا مشروع قومي وهو استصلاح 4 مليون فدان، بنبدا بالمرحله الاولى مليون ونص فدان. يعني التجدد وكيف يمكن السحب من هذا اولا. في خزان تاني اللي هو الخزان بتاع الصعيد، اعتقد المنيا اسيوط، ما اعرفش اذا كان يوصل لسوهاج ولا لا، وهو خزان ميلي برضو التجدد بتاعه ايه لان احنا بنتكلم على الغرب. اتفضل يا فندم. بالنسبه لمشروع تنميه ال 4 مليون فدان واللي هو ابتدت المرحله الاولى بالمليون ونص خلال برنامج الحكومه، هناك تقدم على مسار اللي هو الابار الجوفيه اللي موجوده، ونقدر نقول ان هناك في الوزاره قطاع مختص بهذا المجال اسمه قطاع المياه الجوفيه، اداره قطاع المياه الجوفيه، معني تماما بتنمية المياه الجوفية على مستوى أنحاء الجمهورية. اللي هنقول إن 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 المشروع والإمكانات بتاع الخزانة الجوفية هي يعني حاجة بروميسينج، واعدة متوافقة مع الاستخدامات. هي مرتبطة بالاستخدامات، يعني طبيعة الاستخدام بتاعت تلك الموارد وتدويرها، وبرضو تاني اللي النهج اللي بتنتهجه الوزارة
ان انا استفيد من نقطه الميه وادورها اكثر من مره، سواء ميه جوفيه او ميه نيليه وخلافه. احنا نقدر نقول ان الوزاره بتولي اهتمام كبير، ايفن الدوله يعني حتى الدوله بتولي اهتمام كبير قوي بموضوع تنميه الخزان الجوفي والاستخدامات استخدامات المياه الجوفية في أنشطة الزراعة والشرب والصناعة وخلافه. خلينا يعني نقول إن الدولة تهتم بجميع مواردها المائية، الوزارة بتولي جهد كبير جدا في هذا المضمار يعني إن شاء الله. فيما يخص الخزان النيلي المتجدد، هو خزان متجدد مرتبط بالمية ومنسوب المية في نهر النيل والمصارف اللي هي موجودة اللي بتصرف دايركت على النيل وكده، مصارف التخفيف وخلافه. فده خزان متجدد، يعني نقدر نقول إن هو يعني 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 زي ما حضرتك بتقول يعني حالف انت السايكل منه فيه يعني هي المية جاية بتروح في أغراض زراعة بترجع تاني طبعا بليمت بجراوند ووتر منظمة معينة معين. كلما اتجهت شمالا زادت الملوحة علشان يعني بالضبط بالضبط مسار رحلة المية بقى كده من أول أبستراكشن بوينت نقطة المبدأ حتى ما بتمشي بتتكرر وخلف يعني. دكتور يسري كفاجي، طبعا موضوع سد النهضة موضوع شغلنا كثيرا، وردود الأفعال عليه طبعا كانت كبيرة، خاصة بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة في الخرطوم مؤخرا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين والمكتب القانوني الإنجليزي. ردود الأفعال يعني بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة والآثار المترتبة، يعني نعرف آخر ما توصلنا إليه. فيما يخص هذا الملف يعني من ناحية البيانات المتاحة إن هذا الملف تماما في إيد أمينة جدا، وهناك خبراء يعني لديهم من الخبرة ما تمكنهم إن هم يعني يحققوا في هذا الملف يعني إنجازات إن شاء الله لا يكون فيها أي طرف على الدولة، لأن هي أي منشأ بيتعمل ما بين دول متشاطئة أو متشاركة في المياه هو منشأ يتم فيه المبدأ عدم الضرر، يعني تحقيق المنفعة للجميع وعدم الضرر. اللي أقدر أقوله في إن الملف بالفعل يديره ومسؤول عنه يعني قيادات وفنيين على أعلى مستوى لديهم من المنهجية التي تؤهلهم إلى أنهم يديروا بشكل يعني مقبول ولائق جدا. يعني بما أننا نتكلم عن سد النهضة، طبعا نهر النيل، ويعني مدى الاهتمام بنهر النيل وإزالة التعديات من عليه. طبعا هناك وثيقة إنقاذ نهر النيل التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 للحفاظ على مياه نهر النيل. برضو زي ما تعرفنا حضرتك على الاستعدادات لمواجهة السيول، الخطوات اللي بتقوم بها الوزارة للحفاظ على نهر النيل. تماما. فيما يخص نهر النيل اللي هو الشريان الأساسي للمياه، هناك وثيقة وثيقة النيل قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يقوم بجهد كبير، ويمكن كلنا نطالع الشاشات المرئية للإعلام ونجد إن قطاع حماية النيل بيقوم بإزالات كثيرة وكثيفة اللي هي موجودة على نهر النيل ما بين يوم والتاني. يعني الحاجة التانية التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة الأخرى، يعني وزارة الصحة، وزارة البيئة، المسطحات المائية، ده موجود على قدم وساق بحيث إن هو ما هو موجود من مخالفات يتم إزالته وتقليله، المخالفات الأخرى يتم يعني إيه منعها في مهدها يعني. فده ده دي السياسة
اللي هي تتبعها الوزارة دلوقتي، المخالفات القائمة يبتدي تقليلها وإزالتها، المخالفات الجديدة ما معها. ده بيحتاج وقت يا فندم، يعني هو الموضوع بيحتاج دراسات علمية إزالة ده، بخلاف إن حتى الناس المواطن العادي بيتعامل مع نهر النيل بشكل سيء برضه. بص يا فندم، يعني فيما يخص الإزالات القائمة من إنشاءات وإشغالات وخلافه موجودة، طبعا هذا الكلام يعني في سكان وفي ناس مستفيدة وخلافه. طبعا ما تيجي تزيل المخالفة القانون تلاقي ناس بتعترضك، يعني انت محتاج ان الجهات الاخرى، فانت الشرطة بتعمل دراسة امنية وهل ينفع ولا لا، ويتحدد الوقت اللي ممكن ينفع فيه الازالة وهكذا، فده بياخد الوقت. يعني كثيرا ما يسأل البعض ليه الازالات الموجودة ديت وشمعنا دوت وليه دوت وهكذا. الموضوع يعني بيبقى مرجعه دراسة أمنية، يعني أنا وزارة الري منوب بي أن أنا أنفذ الإزالة. أنفذ الإزالة لو رحت لوحدي بنجد أن في يعني ممنعة شديدة جدا من المخالف، فأنت عايز قوة تنفيذ أو إنفاذ القانون اللي هتبقى معاك الشرطة. فالشرطة عشان تطلع للحالات التعديات الكثيرة جدا بتحتاج برنامج زمني بالتنسيق مع الوزارة. لكن هو معالي الوزير يعني 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 في تنسيق دائم مع السيد اللواء وزير الداخلية على شيء، على أساس إن هو يتم وضع برنامج جاد ومكثف لنهو جميع قرارات الإزالة الموجودة. دكتور يسري، سؤالي الأخير حول مستويات المعالجة، وهي أحد وسائل الترشيد والتعامل الحسن إن صح التعبير مع المياه. احنا عندنا ثلاث مستويات، يعني المستوى الاول اعتقد مع الغابات الشجريه بيستخدم في الغابات الشجريه، وهناك ايضا مستوى للخضار والفاكهه، والطموح في المستوى الثالث او المعالجه الثلاثيه كما تسمى. اتعرف اكثر من خلال حضرتك. بالنسبه للمستويين اللي حضرتك قلتهم الاولانيين، زي ما حضرتك قلت دول موجودين وشائعين موجودين. المستوى الثالث هو للوزاره بتطمح وبتسعى له في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزاره الاسكان، وعندنا نموذج حي على هذا التنسيق والتعاون، محطة الجبل الأصفر. احنا بصدد ان في هناك مزارع وفي الجبل الأصفر، وبرضو هناك مصارف بتستقبل المياه الغير غير غير معالجة في الوقت الراهن، فاحنا متجهين ان هو تتعمل مياه يتعمل معالجة ثلاثية حتى يمكن الاستفادة منها وخلطها على مياه الري. ويمكن هو بقى يعني تعظيم الفرص زي ما بنقول، يعني دي مية ويست خالص نقدر نعملها معالجة، نعملها معالجة ثلاثية، يمكن دي يعني أقصى درجات المعالجة بحيث أننا نستفيد من هذه المية. الوزارة بتنتج هذا النهج، وإن شاء الله بإذن الله يعني بتوصل بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. دكتور يسري خفاجي، بما أننا كنا نتحدث في بداية اللقاء عن مرور 150 سنة على الحياة النيابية في مصر، وطبعا برلمان 2016، يعني أكيد نقشت داخل قاعته مشروعات عديدة لقوانين تخص وزارة الموارد المائية والري. نتعرف عليها من حضرتك كده سريعا. تمام. هو في بعض المشروعات اللي تم مناقشتها في البرلمان والوزارة شاركت فيها. في مشروع قانون حضرتك الملاحة النهرية وتعديلات بعض مواد القانون. في تعديل المادة الخامسة من قانون 48 لسنة 1982، قانون اللي هو التلوث، دي برضو اتعدلت على أساس اللي هو برضو في السياق اللي حضرتك سألته آخر سؤال، اللي هي المية، مية الصرف المعالج، نقدر كان في حظر تام. فهناك يعني مناقشات لتعديل هذه المادة لتفعيل اللي حضرتك سألت عليه. برضو في قانون اسمه قانون الموارد المائية والري، احنا ده قانون 12 لسنة 1984، قانون النيل الموحد، ظهرت يعني كذا فيرجن نسخ القانون اللي اتناقش تحت البرلمان في بعض موادها. فالاتجاه الآن ان يبقى قانون الموارد المائية والري، في فصول لكل حاجة، مية جوفية وكله النيل، ويعني ما يبقاش في حاجة كده سبيسيفيك او حاجة معينة محددة للقانون. محاولة تقنين الحلم ان يصبح حقيقة من خلال القانون. يعني نشكر ضيفنا الكريم في استوديو الهواء الاستاذ الدكتور يسري حسين كفاجي، المدير العام للتقييم والمتابعة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لكم، معكم في هذه الحلقة من مساء الخير يا مصر، صفاء الدمنهوري محمد محمود، على دراندا الليفي، على هندسة الهواء رفعت موسى، والإخراج لأيمن فتيحة.